الحمد لله في المنطلق، والصلاة والسلام على من بعثه الله، بإقرأ باسم ربك الذي خلق. أيها الأفاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللقاء عبر الخامسة، هذا العدد بحول الله أمانا تلمسان مغنى الأدب، الكتاب والكتابة في تاريخ هذه الحاضرة الثقافية الجزائرية الكبيرة، موضوعنا هذه الليلة. أسعد أيها الأفاضل بالدكتور فتحي بودفلة، الباحث في العلوم الإسلامية المهتم بتاريخ تلمسان. دكتور فتحي أهلا بك. بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكرا لك على الإضافة، وضيوفك الكرام ومشاهدين الأعزاء بارك الله فيك أستاذ. الله يخليك دكتور فتحي، شكرا جزيلا. أسعد أيها الأفاضل بالباحث في أنثروبولوجيا التغيير الاجتماعي في المجتمعات المغاربية الدكتور شكيب دالي أحمد. دكتور شكيب اهلا بك. مرحبا بكم، شكرا استاذنا على هذه الاستضافه، ومرحبا بالاساتذه الحضور. الله يخليك، مرحبا بك. دكتور عبد الرحمن طيبي استاذ العقائد والاديان. دكتور عبد الرحمن اهلا بك. اهلا، شكرا على الاستضافه، سعيد جدا ان اكون ضمن هذه الثله من الاساتذه والباحثين. الله يبارك فيك، كما نسعد ايها الافاضل باستاذ الشريعه والقانون بروفيسور سليمان الخصاب. أستاذ سليمان مرحبا بك. أهلا، شكرا أستاذ أحمد، وتحية طيبة للدكاترة والأستاذ المشاهدين. الله يحييك ويبارك فيك. في هذا العدد أمانا تلمسان مغنى الأدب، هل كان الاحتفاء واللقاء بين الإنسان الجزائري والكتاب في تلمسان عرضا أم أنه البناء؟ كيف نبرز الأقطاب الذين ساهموا في رسم معالم الثقافة والسياسة في تلمسان ونوجه الأنظار إليهم؟ ما الذي بقي من أثر في العمران حتى يتعقله الإنسان في تلمسان عبر الزمان؟ أم أنه التغاضي والتغافل والنسيان؟ وهل تلمسان فعلا مغنى الأدب؟ أهلا بكم أيها الأفاضل في اللقاء، واللقاء يكون بحول الله في تلمسان، تلمسان الثقافة، العلم، الفنون، الرقي في تاريخها الطويل. أبدأ بك دكتور فتحي بودفلة، اللقاء بين الإسلام والتلمسانيين، كدنا أن نتفق أنه سبق الفتح الإسلامي، ولكن هذا اللقاء نتج عنه انطلاقة حضارية شملت الميادين كلها تقريبا، الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. كيف يمكن أن نعرف بتلمسان عندما اعتنقت أو تعانقت مع هذه الحضارة الإسلامية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، طبعا كما كان منطلق السؤال أن تلمسان كانت السباقة إلى الإسلام. نعم، هذا الدين الإسلام الذي كان أوله اقرأ، واقرأ هو توجيه حضاري، توجيه ثقافي، توجيه إلى الإنتاج الفكري. فتلمسان لو أردنا أن نقف على إنتاجها الفكري سنجدها أنه ما من علم إلا وقد أنتجت فيه وخرجت فيه من العلماء شيء الكثير. نعم، لابن مريم كتاب البستان في علماء تلمسان، هذا الكتاب الذي يزخر بأعلام كثر في مختلف التخصصات. قد ذكر غير واحد من الأساتذة أن لأهل تلمسان مصنفات في السياسة الشرعية لم يسبق إلى مثلها، وقد ذكروا في البناء الفقهي أو في الدراسة الفقهية أسلوبا جديدا أحدث في تلمسان، وهو بناء الفروع على الأصول. إذن إذا أردنا أن نتعرف على الثقافة في تلمسان، على العلم في تلمسان، فلنبحث عن خصوصيات تلمسان في العلم، وسأذكر شيئا واحدا هو علم الضبط المصحفي. قد يستغرب البعض أن أكبر موسوعة في هذا العلم تلمسانية، وصاحبها أبو عبد الله التناسي. قد يستغرب البعض أن تلمسان تخصصت في هذا العلم، أن تلمسان سواء في عصورها الوسطى أو حتى العصور المتأخرة قد تخصصت وأبدعت وثاقت غيرها في هذا العلم. تجد في زاوية ولاد بنطاطا والزقاين في نضرومة، زاوية يبدر في نواحي تلمسان، أو في عباد تلمسان من الأعلام
من تخصص في هذا العلم واتخذ اصطلاحات تخصص أو اصطلاحات عرفوا بها هم أنفسهم دون سواهم. نعم. تفردوا بها نعم، كقولهم الانطلاق بما في اليد. هذا المصطلح لن تجده إلا عند التلمسانيين. إذن أنا لا أتحدث عن تلمسان العلم ككل لأن الوقت يستغرق، يعني صحيح. سبحان الله، ما من علم إلا وفيهم من التصنيف ما لهم. لكن انظروا إلى السياسة الشرعية كيف صنف فيها أبو محمد موسى الثاني والعالم الآخر التلمساني الذي نشهد نعم الخزاعي مثلا. انظر إلى تصنيفاتهم في الأصول في التأصيل للفقه الشريف التلمساني، وما ذكرته هو خصوص علم الضبط المصحفي الذي اختصوا به دون سواهم. وأكبر موسوعة الآن معتمدة في رسم المصاحف وضبطها كتاب الطراز في ضبط الخراز لأبي عبد الله التلمساني، أوسع ما صنف في هذا العلم. أبي عبد الله التلمساني نعم التنسي. التنسي. نعم. الله يبارك فيك دكتور. سيكون لنا دكتور فتحي الكثير من المساحات التي نكشف عن هذا التراث العريض الذي يشرفنا باعتبار تلمسان ممثلة له. دكتور شكيب، اليوم سنحرك ثنائية العلماء والأمراء في تلمسان لمعرفة تلك الدافعية التي خلقت من تلمسان قطبا ثقافيا كبيرا. تكلم أستاذنا فتحي بودفلة عن العلماء، إليك كيف كان الأمراء الحكام وسائل لإحداث التغيير الاجتماعي داخل سوسيولوجيا هذه المدينة وتثبيت الحكم والسلطة والنظام والانتظام داخل تاريخ هذه المدينة التي حافظت على وجودها أمام جميع التحديات التي واجهت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فيما يتعلق بسؤالكم هذا، أود أن ألفت الانتباه إلى لمحة تاريخية فقط هي التي سنرتكز عليها في التطرق إلى هذه النقطة المهمة. هذه اللمحة التاريخية تتمثل في أنه في أعقاب الفتح الإسلامي كان المغرب الإسلامي كله يدار من مدينة واحدة هي العاصمة، وهي مدينة القيروان، وقد سمي ذلك العصر بعصر الولاة طبعا. والمؤرخون يجمعون على أن هؤلاء الولاة قد اتسموا بالجور والقسوة تجاه الساكن المحلي من البربر، الأمر الذي اضطر بعض أهل المناطق في شمال إفريقيا إلى الثورة على النظام المركزي. وكان من بين أول الثائرين أبو قرة اليفريني الذي استقل بإمارة تلمسان، وهنا ظهر أول استقلال سياسي عن المركز. هذا الاستقلال السياسي سيتبعه فيما بعد استقلال فكري، لأنه أبو قرة اليفريني يعني إمارته لم تدم طويلا، وبعد ذلك آل أمر المدينة إلى محمد بن خزر بن حفص بن صولات بن وانزمار، يعني عاد الأمر إلى مغراوة. وفي عهد محمد بن خزر بن حفص بن صولات بن وانزمار تورد المصادر التاريخية أنه وفد على مدينة تلمسان أحد الفارين من أهل البيت، وهو إدريس المولى إدريس عليه السلام، وبايعه صولات بن وانزمار على السمع والطاعة. فكانت تلمسان نواة لأول دولة مستقلة عن المشرق، وكانت آنذاك في المشرق الدولة العباسية قد قامت على أنقاض الدولة الأموية. عندما نتحدث عن محمد عن إدريس الأول، طبعا يجب أن لا نغفل الحديث عن أخيه الذي مهد له البيعة، وهو سليمان دفين عين الحوت، في حين أن إدريس دفين جبل زرهون بالمغرب الأقصى. هاتان الشخصيتان، تخيل معي أستاذ، يعني حتى أعطيك حجمهما في السلالة النبوية، لا يفصل بينهما وبين الإمام علي كرم الله وجهه إلا رجلين، وهما من أهل البيت، وكان ذوى علم غزير، يعني كان أميرين عالمين. من هنا بدأت انطلاقة تلمسان مع مفهوم الأمير العالم. يعني في التاريخ التلمساني كل الذين تولوا شؤون تلمسان إما كانوا أمراء عالمين أو أمراء محاطين بالعلماء، يعني لم يغفلوا الجانب العلمي في تسيير الدولة.
بعد يعني بعد انهيار الدولة الدولة الإدريسية قامت الدولة العبيدية الشيعية. وهنا أود أن ألفت الانتباه إلى أنه في إطار هذا الحدث التاريخي الجلل الذي ترتبت عنه نتائج كانت في غير صالح الاستقرار الاجتماعي، كان الدولة العبيدية كانت نفوذها أكثر بالشرق الجزائري إلى غاية ليبيا، وكان نفوذها أقل بالغرب الجزائري. ومن بين الحواضر التي كانت لهذا السبب السياسي تستقطب العلماء نجد تلمسان لهذا في القرن الأواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري، يعني سيفيدها أحد أكبر علماء شمال إفريقيا قاطبة، وهو العالم أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي اللي احنا نسميه في تلمسان سيد الداودي. وفد سيد الداودي تلمسان وفيها صنف أول كتاب لشرح البخاري، النصيحة في شرح البخاري، وفيها صنف ثاني كتاب لشرح موطأ الإمام مالك ليكون بذلك من الذين أرسوا المذهب المالكي في هذه الحاضرة التي فيما بعد ستصدر هذا الزخم الفكري إلى الحواضر الأخرى. وقد توفي سنة 402 للهجرة بمدينة تلمسان ودفن بها. الله يبارك فيك دكتور شكيب، مشكور الحقيقة على هذه الاستهلال. دكتور عبد الرحمن، تلمسان عكست تلك العلاقة ما بين الأمراء والعلماء إلى درجة أن العلماء فيها أمراء بحكم علمهم، ويذكر التاريخ الشريف التلمساني السنوسي، يعني دائما ابن زكري، دائما الأسماء الكبيرة ترتبط بتلمسان علما وكأنها أسماء من طبقة الأمراء بحكم علمه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. لعلني أستلف عبارة تاريخية أشار إليها قبل قليل الأستاذ شكيب متعلقة بمنعطف من منعطفات الصبغة العلمية والمعرفية لخدمة الدين في تلمسان. قد أشار إلى مقدم الأدارسة إلى آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلها من بركة دعاء سيدنا رسول الله لسيدنا علي لما أشار في الحديث الذي صححه كثير من أهل العلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فنسله أيضا باب أو أبواب من أبواب العلم، فهي بركة من بركة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحل بهذه الأرض الطيبة المباركة. فضلا عن هذا، من الشائع في السياسة الشرعية، أستاذنا أستاذ سليمان معنا، القول بأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن في تلمسان، في تلمسان السلطان جاء بالقرآن وعمل بالقرآن، وبالتالي فيه خصوصية ميزت العصور الذهبية لحاضرة تلمسان عبر الاشتغال على الوحي الشريف، على ضفاف الوحي الشريف، الاهتمام بالوحي الشريف، سواء كان قرآنا كريما أو سنة نبوية شريفة. هذا الاهتمام تطرق إلى أهم علمين أو أهم العلوم، علم التوحيد، ثم تلاه العلوم الخادمة للقرآن الكريم، ثم العلوم الخادمة لسنة النبوية الشريفة. وقد أبدع أيما إبداع علماء تلمسان، سواء كانوا من أهاليها أو من الوافدين إليها للإقامة فيها والتشرب من خيراتها وبركاتها. هذه الخدمة التي خصصها هؤلاء للقرآن الكريم وللسنة النبوية الشريفة لم تكن بمعزل عن بقية العلوم الأخرى، باعتبارها أيضا علوما مساعدة في العمران. صحيح. لكن قبل الاسترسال، إذا سمحت أستاذ أحمد، بودي الوقوف عند ميزة من ميزات أهل تلمسان، ولعلهم تفردوا بها عن بقية حواضر الجزائر، هو الاهتمام بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتماما منقطع النظير. فقد ألفوا في نعاله، وألفوا في عمامته، وألفوا في جميع تصرفاته،
وخطوا المدائح أو أبدعوا في المدائح وأبدعوا في شعر التغني ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسل به. أنا جاي لها شيخ سليمان جيتها من الناحية النظرية، ثم تجلت لأنه المكانة المركزية التي يمثلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين هو 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 الباب، هو المفتاح، هو المفتاح. فقد فقه أهل تلمسان وعلماء تلمسان أهمية الاهتمام بهذا المفتاح، فهو بركة كل العلوم بلا استثناء. وقد تعدى هذا الأمر إلى الجانب الخدمي، ما يرافق صيانة هذه العلوم من خلال اختيار الحبر الطاهر النقي الراقي في كتابة القرآن الكريم أو كتابة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام بزخرفة المدونات حولها سواء كتب التفسير كتب الحديث كتب الفقه وما إلى ذلك، انتقاء عبارات أو آيات أو أحاديث للمساكن والقصور وأبواب المساجد تعبيرا عن هذه الهوية والتمسك بها، فضلا عن المواسم والاحتفالات بالشعائر الدينية، مختلف الشعائر الدينية سواء كان حجا أو صياما أو زكاة أو مولدا نبويا شريفا. فقد شهدت تلمسان تميزا عبرت به من خلالها عن هذه العلاقة بين العلماء والأمراء وتشرب هؤلاء الأمراء بالعلم بمعين العلم، مما جعلهم يشرفون على كثير من الخطط المتعلقة بنشر العلوم والمعارف سواء من حيث الصنعة المعرفية في حد ذاتها من خلال الاعتناء بالعلماء وبمؤلفاتهم وما إلى ذلك، بالإضافة إلى بناء المدارس والمساجد وما شاكل ذلك مما يسهم في إشاعة العلم وبثه. ضف إلى ذلك أن هؤلاء جميعا سواء الذين استقروا بتلمسان أو الذين حكموها علموا علم اليقين بأن أس الأسس في سياسة راشدة هو الاهتمام بالوحي الشريف، عمارة المكان به وعمارة الإنسان، الاستثمار في الإنسان. فكان استثمار أمراء تلمسان في الإنسان استثمارا استثنائيا، قد نقول أنه استثمار استثنائي عبر الاهتمام الزائد بهذه الشخصية، الشخصية العلمائية، تقريبها، العمل على طلب استشارتها، تقديمها في صفوف الجهاد وحل الإشكالات والنزاعات ومختلف الأزمات، فضلا عن تخصيص المساهمة في الأوقاف العلمية التي كانت بمثابة ركيزة أساسية في دعم الحراك الثقافي أو الحراك الحضاري اتجاه هذه العلوم والمعارف. وللأمراء دور استثنائي، دور فاعل في هذا الجانب بسبب الخلفية المعرفية. كلنا يعرف بأن جل أمراء تلمسان قبل ما يولي آمر يتربى عند عند محفظ القرآن الكريم مؤدب والمربي، يعني يأخذ حظه الوافر من العلم والأخلاق مما يؤهله لحسن التعامل مع الرعية ومع مختلف النخب، ولعل هذه ميزة من الميزات التي اختصت بها تلمسان كحاضرة من حواضر الجزائر. هذه التربية أستاذ أحمد، قال أن للحكام تربية خاصة، نعم، لكن هذه التربية في تلمسان كانت لها علاقة بمدينة أخرى هي مدينة نضرومة، مما سجله التاريخ لحكام تلمسان أنهم كانوا يبعثون أبناءهم ليتعلم ويتربوا في مدينة تلمسان. تلمسان هي حاضرة كبيرة، لما نقول حاضرة عاصمة المغرب الأوسط، في الحديث هنا عن السياسة، عن التنافس، عن حروب، عن عهود، عن حركية قد تمنع الأمير من التفرغ للطلب والتحصيل وتمنعه من شيء من الروحانيات التي تقتضي وتستدعي شيء من الهدوء، شيء من الطمأنينة. هذا ما وجدوه في مدينة نضرومة. فكان لحكام بني زيان الأبناء منهم، يعني الأمراء،
مقاما في مدينة نضرومة، كان لهم قصر الآن في القصبة، وكانوا يتنقلون من القصر إلى المسجد إلى الحمام يعني من ممرات سفلية، وكانوا يتربون في مدينة نضرومة تربية روحية أولا وتربية علمية، تربية تؤهلهم للحكم. فكانوا إذا انتقلوا إلى تلمسان لم ينتقلوا كحكام فقط وإنما كعلماء. وأضرب المثل بأبي حمو موسى الثاني. أبو حمو موسى الثاني هو ابن نضرومة. أبو حمو موسى الثاني لم يكن كان عالما أكثر منه حاكما، بل كان شاعرا وأديبا، له من الشعر ما يعجز عنه فطاحلة الشعراء، له في قصائد مديح النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجز اللسان عن وصفه. الله. نعم، له في 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 السياسة الشرعية ما جمع كما قال الأستاذ وهو متخصص بين الجانب التنظيري والجانب التطبيقي، له مؤلف له مصنف في تسيير الدولة، يعني قد بلغ من العلم ما يفوق كونه حاكما. صحيح. وهذه المدينة مدينة نضرومة هي التي أهلت الحكام هؤلاء الأمراء إلى أن يتربوا ويتعلموا في جو هادئ، في جو يحفه من العلماء من المربين ما أنتجوا منهم إذا صح التعبير، وأخرجوا منهم هؤلاء الحكام الذين جمعوا بين الحكم العادل والعلم الناضج. الله يخليك دكتور فتحي، شكرا جزيلا. إشارة غاية في الأهمية في مقام تلمسان في أدبها وعلمائها. بروفيسور سليمان، في التاريخ السياسي للجزائر لتلمسان فضل على رؤوسنا، لماذا؟ لأن إذا اعتبرنا أن سقوط الدولة الموحدية كان بالنسبة للملك بن نبي حدثا عظيما على اعتبار أنه سقوط مدوي في تاريخ الحضارة الإسلامية، نشأت بعد ذلك الدويلات واحتفظت لنا تلمسان بالجزائر على اعتبار أنها عاصمة للدولة الزيانية. طبعا معروف في تاريخ هذه الدول أن الكيان الحفصي تمدد على جغرافيانا، والمسألة أن الكيان المريني أيضا كان له أطماع في هذا المغرب الأوسط لأجل تقويضه. ولكن تلمسان مجددا مع بني عبد الواد الذين لحقتهم دعوة سيدنا عقبة بن نافع يحملون المسؤولية على رقابهم ويدفعون بالحضارة الإنسانية والإسلامية إلى الأمام. أنت درست هذه المرحلة بشكل ما، خاصة في السياسة الشرعية، ما هي الاستنتاجات التي توصلت لها على اعتبار علاقة هذا النطاق الحضاري الذي منطلقه تلمسان ومصبه الجزائر كلها والعالم؟ بارك الله فيك أستاذ أحمد. طبعا وأضيف الأستاذ فتحي أنه هؤلاء الذين تربوا في هذه البيوتات من الأمراء ردوا الجميل، وذلك أن أمراء بني زيان بنوا المدارس الكبيرة ولم يكن بناؤهم عاديا، بل بنوها بطراز عال وبحفاوة، واستطاعوا أن يسهموا في الجانب الثقافي بشكل كبير. أما عن الاستنتاجات التي لاحظتها من خلال ذلك الصراع، لأنه حتى العبارة التي كان يقولها ملك بن نبي وهي عصر ما بعد الموحدين، أنا من خلال دراستي في الحقيقة كأن هذه العبارة لم أستصغها يعني صراحة، والدليل على ذلك ما هو، ولست في مستوى ملك بن نبي في الحقيقة استغفر الله، إنما فقط أتحدث عن فترة درستها طويلا يعني سنوات وأنا أدرسها. أولا لأنه صحيح أن الكثير عندما يتحدث عن التاريخ السياسي ينقد، لأن السياسة تذكر لك الأحداث، وربما يذكرون لك تلك الأحداث القاتمة السوداء، ولهذا يكون هناك انطباع في المخيال العقلي أنه كأن تلك المناطق لم تكن قوية ولم تكن متحضرة مقارنة مثلا بالمرابطين أو الموحدين وما إلى ذلك. لكن ينبغي أن يعودوا إلى التاريخ الاجتماعي، إلى التاريخ الثقافي، لأنه هذا الذي يمثل الحقائق، هذا الذي يمثل عيش الإنسان التلمساني والجزائري بشكل عام. ولهذا أنا الاستنتاج التي خرجت بها أنه فترة ما بعد الموحدين هي أطول الفترات مقارنة بالموحدين
يعني استطاعوا أن يمكثوا أكثر من 3 قرون لم تفعلها لا الدولة الموحدية ولا الدولة المرابطية. صحيح. شيء ثاني أقوله وكذلك للمشاهد الكريم أنه في هذه الفترة لأول مرة المغرب الإسلامي استطاع أن يأخذ أول مرة في حياتي وآخر مرة الخلافة الإسلامية. هذه قد لا يعرفها الكثيرون. فترة قصيرة أخذ الخلافة الإسلامية زمن الحفصيين وبايعه شرفاء مكة. نعم، لأنه عند المالكية البيعة تصح وأصبحت عالمية لأنه كانت قوية تلك الدول، الدول الثلاث بالمناسبة. وعندما طبعا هذا عندما سقط الخلافة العباسية عندما دخل المغولون. بالمناسبة العراقيون والعرب عموما عندما سقطت العراق عند التتار، هؤلاء نازحوا إلى تلمسان وأصبحوا قادة فيها، كبار القادة العسكريين إنما كانوا منهم، يعني فتحت لهم تلك الأبواب. هذا التاريخ يتحدث أستاذ أحمد بأسمائهم كذلك. نعم، وأيضا كذلك يعني من الاستنتاجات أنهم استطاعوا أن يؤخروا سقوط غرناطة والأندلس بفضل هذه الحضارة التي كانت عند الزيانيين والمرينين وكذلك الحفصيين. النشاط الثقافي كان عجيب. أكثر العلماء الذين بلغوا العالمية إنما كانوا في هذا العصر. تحدث الأستاذ عن داودي الذي عندما نتحدث عن أشهر من شرح البخاري اللي هو ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيحة البخاري، اعتمد واقتبس كثيرا من الداودي الجزائري، أول من شرح البخاري بالمناسبة، أول من كتب في علم الأصول والفروع هو أبو عبد الله الشريف تلمساني. وعلاقة هؤلاء العلماء بالحكام لم تكن علاقة كما يعتقد البعض علاقة طاعة عمياء، كانوا ينصحون الحكام بل وكانوا يدافعون كذلك عن الفقهاء. مرة أمير الزياني كأنما أنقص من قيمة فقيه فقال لأبي عبد الله الشريف تلمساني هذا الصغير، يعني من الفقهاء الصغار، فقال له عندكم صغير وعندنا كبير. وقال قولته المشهورة التي أحفظها، قال له إن قربي منك أضرني أكثر مما نفعني، كدلالة على أنهم كانوا يتقربون ولكن من أجل أن يبنوا المؤسسات بطبيعة الحال. المصلحة العامة. المصلحة العامة، نعم. وأيضا عندما تتحدث عن العقيدة، هذا أحسن من يتحدث عنها الأستاذ عبد الرحمن، السنوسية بلغت العالمية وتدرس في الجامعات. إذن كل علم من العلوم إلا وتجد له تلك العالمية من تلمسان أو من الجزائر. ونحن عندما نقول تلمسان نقصد في الحقيقة العاصمة، نقصد الدولة الجزائرية التي كانت لها كل تلك الامتدادات. إذن بالملخص الأستاذ أحمد أنه فترة ما بعد الموحدين لم تكن في الحق سيئة كما يصورها البعض، وعندي أمثلة كثيرة في الحق للوقت فقط حتى لا يمل من المشاهد في الكلام أبدا. لكن فقط أقول أنه حقيقة كانت عنوان لأمور كثيرة. ونقول لك شيء، أيوة، المدنية، خلينا من الحضارة التي تجمعوا بين المدنية في أرقى صورها كانت في تلمسان. هذا أمر دون أن نتحدث عن الفلاحة والزراعة والصناعة، هذه ربما حنتحدث فقط جانب من هذه الجوانب، وإلا فإنها كانت أيضا كانت يعني قوية كذلك، يعني الجانب العمراني والجانب كذلك الفلاحي والزراعي والصناعي، وأيضا الفروسية والسيوف والأسلحة، صناعة السلاح ما يسمى ب هذا القوس العملاق، أكبر قوس عملاق كبير جدا صنع في تلمسان في ذلك الزمن. نعم، والساعة كذلك التي توضع في الشوارع بالطريقة التي وصفها الشاعر بأبيات شعرية كذلك. إذن تلمسان بالمختصر المفيد أبدعت وقدمت أشياء كثيرة في كل الجوانب، وبالتالي هي الحق. لكن احنا نقولوا بلي في وقت الأتراك يعني ساء وضعها مثلا. لا، لا سألك سؤال سنأتي إليه. أي خلاص، لكن خليني في الاستنتاجات ما يطرح في مسألة الجزائر زمن الدولة العثمانية، دولة الجزائريين، الاضطرابات، مركزية تلمسان في الحفاظ على التوازن داخل هذه الاضطرابات، وسيجيب عنها دكتور شكيب لأن الأنثروبولوجيا أحيانا تدخل في تفاصيل مرتبطة بالتاريخ. دكتور فتحي بودفلة، هل ندرس هذا الذي نقول لأولادنا؟ ألا تشعر بنفسك في لحظة معينة
أنك وحيدا في المنافحة على حقيقة تاريخية ظاهرة كفلق الصبح المبتسم يعني، لكن الكثير باين حيث النظارات هذه الواحد. وتخصص الدقيق متعلق بالمصحف الشريف. أيوة. وأنا أعقد دورات في مختلف ولايات الجزائر متعلقة بالرسم العثماني، بتاريخ المصحف، بضبط المصحف. فأول ما أبدأ به هو أن أخاطب الشباب بأن هذه التخصصات أجدادنا كانوا روادا فيها، كانوا هم المتقدمون، بل في علوم المصحفي مثلا في القراءات أهل المغرب الإسلامي ككل كانوا هم المتقدمون في هذه العلوم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. لكن في خصوص المصحف الشريف لم يكونوا فقط متقدمين بل منفردين. فلا يوجد الآن مصحفا يطبع في العالم الإسلامي كله إلا وفق المصادر المغاربية، ومن بين هذه المصادر أوسع كتاب في ضبط المصحف وهو كتاب الطراس في ضبط الخراس لأبي عبد الله تلمساني التنسي. إذن فأقول لهم لا ينبغي لنا أن نفخر فقط وأن نمدح هذا الصنيع، بل ينبغي أولا أن نحاول أن نحافظ عليه وأن نحافظ على هذه الرياضة وأن نستمر فيها. كيف ذلك؟ بأن نفتح أفاقا جديدة في مختلف هذه العلوم. صحيح. وذاك ممكن طبعا. الآن في هذه العلوم، في كل هذه العلوم التي ذكرتها، هناك أفاق للبحث جديدة ينبغي أن نستثمر فيها، وينبغي أن ننمي المعرفة بسواعد جزائرية، بسواعد تلمسانية مثلا وغيرها. وهذا الذي ينبغي من أجل أن نحافظ على هذا التراث، على هذا التقدم، ونستثمره ونستمر فيه. الله يعطيك الصحة. أنا أزعم أنا شخصيا أنه مثلا كتاب أبي علي الخزاعي استطعت من خلال لقاءات دولية بمؤتمر دولية أن أشهر به إذا صح التعبير. يعني الكثير ربما تعجب لهذا الكتاب. صحيح. والكثير. وعندنا الإشكال آخر أنه المغرب الأوسط دائما، طبعا نحن نقول في الجانب الثقافي أنه العالم الإسلامي كله قدمه، لكن المغرب الأوسط دائما لا يذكر لسبب ما من إما المصطلح هذه، يعني مصطلحة المغاربة هي ليست لدولة معينة، هي المغرب الإسلامي ككل. قد نخلط في المصطلحات. هناك من ينطلق، احنا الجزائريين نزعم باننا لا نتحدث في التاريخ بالايديولوجيه، لكن اضطرينا في الايام الاخيره ان نتحدث لان هناك من يحاول ان يقزم من حال الجزائريين. ما يحز في نفسي في خصوص الضبط المصحفي ان هناك بعض المسائل في المصاحف الشريفه. وانا اتحدث عن المصحف الشريف في البلاد الاسلامي كلها. هناك بعض المسائل متعلقة مثلا بالتنويني، ضبط التنويني مع بعض الأحرف الخاصة إذا وليته كالواوي والياء. فيذكرون مذاهب، يذكرون عن أبي عمرو الداني، عن أعلام هذه الصناعة، يذكرون مذهبين اثنين، ثم يذكرون أن المذهب سواء المذهب الأول أخذ بالمذهب الأول أو بالمذهب الثاني يحدث شيئا من اللبس في المصحف الشريف، كأن هذا الضبط الأول المنسوب لأبي عمرو الداني يحدث لبسا مع ظاهرة أخرى، وهذا الضبط الثاني يحدث لبسا مع ظاهرة أخرى. ثم يذكرون أن لأبي عبد الله التلمساني، وهذا هو موضع الشاهد، يذكرون أن لأبي عبد الله التلمساني مذهب خاص به انفرد به، وهذا المذهب الذي انفرد به لا يوقعون في أي لبس. لكن الذي يحز في نفسي أننا لا نأخذ به. لماذا؟ قالوا لأنه لا وجود لنص. هذا هو النص. النص هو رواية أبي عبد الله، قال كلامه حجة، هو من أعلام هذه الصناعة. فينبغي مثلا ينبغي أن نتبنى هذا الاختيار ونعتمده في مصاحفنا حتى تكون لنا خصوصية في ضبط المصحف. نعم. الله يخليك، شكرا جزيلا دكتور فتحي. عفل. انا الاختيارات علينا ان نتبنى هذا الاختيار. نعم. كثير من الاختيارات علينا ان نتبناها. نعم. لان الذات الجزائريه شخصية. عاملت في التاريخ لخدمه الانسانيه. نعم. بشكل واضح. تفضل دكتور لك ذلك. انا يعني اود ان اتحدث عن نقطه اخرى، يعني والاساتذه مشكورين سبقوني الى اثاره بعض النقاط، وانا اريد ان اثير نقاط اخرى. ايوه. عندما نتحدث عن العلوم في تلمسان. ايوه. سأذكر شخصيتين تاريخيتين كان لهما أثر جليل في العلم
لا يعلمه كثيرون. قلنا قد ذكرنا أبي نصر الداودي رحمه الله، وقلنا أنه أول شارح لصحيح البخاري، وقد تفضل الأستاذ بتبيان أن ابن حجر العسقلاني أخذ عنه الكثير في شرحه لصحيح البخاري، وهو نفسه يذكر ذلك في كثير من المواضع. الشخصية الثانية هي شخصية أبي مدين شعيب الأنصاري الإشبيلي التلمساني، دفين تلمسان. أبي مدين شعيب يعني سيرته يعني معروفة، موجودة مبثوثة في كتب التاريخ، لكن ما هو غير معروف عنه أنه عندما كان يدرس في بجاية لا يذكر العلماء ما هي العلوم التي كان يدرسها، لكن هناك مؤشرات من خلال بعض البحوث التي قمت بها تؤشر على أنه أن من بين العلوم التي كان بارعا وضليعا فيها هي علم الرياضيات أو ما يسمى بعلم الحساب بمختلف يعني فروعه، وقد درس الرياضيات في بجاية، ومن عجيب الصدف أن تلامذته سيدرسون أحد نوابغ الرياضيات في العالم، أحد نوابغ الرياضيات في العالم، والذي هو ليوناردو فيبوناتشي إيطالي، صاحب المتتالية الشهيرة التي يقال التي قيل عنها أنها بصمة الإله، بمعنى أن المتتالية هذه التي وضعها نجدها في كل الأشكال التي الموجودة على وجه الأرض، من أشكال نباتات، أشكال حيوانات، في جسم الإنسان، يعني كل جسم الإنسان كله مضبوط على إيقاع هذه المتتالية، شكل الزهرة مضبوط على إيقاع هذه المتتالية، الصخرة، تدفق المياه كله مضبوط على إيقاع هذه المتتالية، لكن لا يحيلون إلى أن الفضل يعني كان للمتقدم وهو سيدي أبي مدين شعيب دفين تلمسان. والشخصية الثانية هي التي ذكرها ابن خلدون، ابن خلدون ذكر شيوخه، لكن هناك شخصية واحدة ذكرها باسم شيخ شيوخنا، صحيح، وهو الشيخ الآبلي رحمه الله تعالى. الآبلي رحمة الله عليه تعالى يتحدث ابن خلدون عن حادثة وقعت له، مما لا يعلمه الكثيرون أن الإمام الآبلي كان عالما بعلم الحدثان. علم الحدثان هذا كان يعلمه قلة من الناس، لأنه يحتاج إلى باع طويل في الكثير من العلوم مثل علم التنجيم والفلك والطب وعلم الهيئة والجغرافيا وغير ذلك. علم الحدثان يعني أن يستشرف الشخص ما سيحدث بعد سنين، وكان من أكبر المتضلعين فيه كان الشيخ الآبلي، وكان هناك شيخ آخر في الأندلس، بالمناسبة الشيخ الآبلي أصوله من الأندلس، كان هناك شيخ آخر من الأندلس هو ابن برجان الأندلسي. إذن الآبلي يتحدث ابن خلدون في إحدى كتاباته ويقول كنت أجلس للدرس عند شيخ شيوخنا الآبلي، فنظر إلي ذات مرة وقال: يا غلام، لئن طال بك العمر لترتحلن إلى المشرق ولتلقين فيها ملكا سمته كذا وكذا، ووصف له الملك الذي سيلقاه. ابن خلدون طبعا نحن نعلم أنه فيما بعد ارتحل إلى مصر واستقر في مصر وتولى منصب القضاء في مصر، وفيما بعد يعني ولاه سلطان مصر أن يتفاوض على باسم سكان دمشق مع الملك تيمورلنك. فلما دخل ابن خلدون على الملك تيمورلنك صعق ما كان قد ذكره له شيخه الآبلي منذ عقود مديدة، رآه متجسدا أمام عينيه، فأخبر الملك تيمورلنك بذلك. فقال له الملك تيمورلنك: أشيخك حي؟ قال: لا، بل لقي الله عز وجل. قال: لو كان حيا لبسطنا له البسط من هنا إلى مدينة تلمسان حتى نستقدمه. يعني أعجب تيمورلنك بالشيخ الآبلي ولم يره. عندما نذهب إلى الحديث عن العلم والعلماء في تلمسان، لا ننسى أن السلاطين هؤلاء كانوا يشجعون العلماء، والدليل على ذلك أن أبو حمو موسى الأول رحمه الله أسس مدرسة لعالمين من كبار علماء تلمسان، عرفت باسم مدرسة ابني الإمام، وهما أبي زيد عبد الرحمن وأبي موسى عيسى ابن عبد الله بن أحمد بن الإمام، أسس لهما مدرسة. حتى نعرف قدر هذين العالمين يجب أن نرجع إلى المصادر التاريخية، ماذا تحدثنا عنهما؟ تحدثنا المصادر التاريخية أن هذين العالمين ارتحل إلى المشرق، ويقال أنهما ناظر ابن تيمية
ناظر ابن تيمية ومن هو ابن تيمية في مقام العلم. يعني كل الذين يتحدثون عن ابن تيمية يقولون أنه كان متبحرا في العلوم تبحرا عجيبا. يقول المؤرخون أنه ما ناظر ابن تيمية فظهر عليه، يعني ألزماه الحجة بالدليل الشرعي وغير ذلك. ولما عاد إلى تلمسان أسس لهما السلطان أبو حمو موسى الأول، رغم أنه كان قد خرج من حصار تلمسان، قد تولى الحكم لفترة وجيزة، وبعدها رفع الحصار الشهير عن تلمسان وهو أطول حصار في التاريخ 8 سنين. رغم ذلك يعني أنشأ لهما مدرسة ليدرس فيها مختلف العلوم، أنشأها سنة 710، ومن عجيب الصدف أنها السنة التي سيولد بها ابن مرزوق الخطيب. ثم فيما بعد سينشئ السلطان أبو حمو موسى الثاني سينشئ السلطان أبو تشفين بن أبي حمو موسى الأول المدرسة التاشفينية، سينشئها سنة 725 للهجرة، ومن عجيب الصدف كذلك أنها سنة ميلاد أحد أكبر علماء تلمسان وهو ابن أبي حجلة التلمساني. العمران والإنسان يتساوقان في تلمسان بشكل رهيب، هذه المدينة العظيمة. تفضل بروفيسور. أنا أثار في أنه علماء تلمسان حقيقة اكتشفوا أشياء كثيرة في الحقيقة. صحيح. أنا أيضا كذلك من الأمور التي ربما أفيد بها المشاهد الكريم أنه الإمام الونشاريسي صاحب الولايات، خلينا المعيار وصاحب الولايات، أيضا ذكر مصطلح عندما صنف القضاء، وذكر هذا المصطلح وسماه بوالي الجرائم. أنا عندما درست صلاحية والي الجرائم وجدت هي نفسها صلاحية وكيل الجمهورية حاليا أو النيابة العامة، وهذا دليل على أن الغرب في الحقيقة إنما أخذ هذه المصطلحات وكيل الجمهورية إنما أخذها من علماء الإسلام، لكن عادة الغرب لا يصرح بهذه الاكتشافات، ينسبها إلى نفسه. والدليل كما قلنا أنه صاحب القوانين، صاحب روح القوانين مونتيسكيو، هذا الذي عاش في القرن 18 عندما كتب الكتاب تاعو باللغة الفرنسية، كان كل ما يكتب مقال أرتيكل إلى ويكتب تحته باري هكذا بالتاريخ، ويؤرخ بالتاريخ الهجري. كل هؤلاء إنما كانوا يأخذون من خزانة المسلمين ومن علماء كذلك تلمسان. نعم. وهنا أعقب معذرة أستاذي على الكلمة التي ذكرها الأستاذ الفاضل من أن هناك اقتباسات. كنت قد تحدثت مع الأستاذ بودفلة وذكرنا، تجاذبنا الحديث عن ابن خلدون، وقلت له أن ابن خلدون عقد في مقدمته فصلا عنوانه الرحلة في طلب العلم زيادة كمال فيه. يعني ونحن نتجاذب أطراف الحديث رأينا أن الرحلة في طلب العلم زيادة كمال فيه هي نفسها ما يسمى اليوم في الحقل الأكاديمي في الجامعات لو سيجور سيونتيفيك، منح قصيرة المدى، منح قصيرة المدى والمتوسطة والطويلة. أستاذ ملاحظة هي علاقة العلماء بشعبهم بواقعهم. نعم. على ذكر ابني الإمام، لما دخل أبو الحسن الماريني تلمسان وفي ليلة دخوله وقعت من الفضائع ما وقع من اغتصاب وشغب إجرام، نعم، لكن الذي تدخل لإيقاف ما وقع هم ابني الإمام. ويذكر المؤرخون أنهم ما وصلوا إلى أبي الحسن الماريني إلا بشدة وصعوبة لكثرة ما كان وهول الوقت، نعم، الأحداث. فلما وصل الإمام وكان يدري ويعلم مكانتهما العلمية وما وقع لهما في بلاد المشرق، فكأنه استحيا منهما على ما يقولون، فطلب منهما شيئا، ميزة، عطية، فكان طلبهما إيقاف هذه الجرائم وتأمين أهل تلمسان. إذن هذه العلاقة بين العلماء وشعوبهم. الإمام الهزميري شيخ ابن البناء المراكشي، على ذكر مراكش كانت هناك علاقة حميمية بين أهل تلمسان وأهل مراكش، وسبب ذلك أن أعيان مدينة مراكش مؤسسوها الحقيقيون هم دولة الموحدية، هم أهل تلمسان، هم الذين عمروها حق العمراني. ولهذا كبريات العائلات الموجودة في مراكش جلهم من مدينة نظرومة، كانوا كوميين، لهذا كانت هناك علاقة حميمية بينهما. لأن عبد المؤمن بن عدي من نظرومة، لما حاصر أبو يعقوب، لما حاصر
تلمسان مدة 8 سنوات الحصار الذي يعني وصل أهل تلمسان إلى أكل القطط والفئران، نعم. إلى أشياء يعني لا يمكن أن نحدث بها المشاهدين ربما، نعم. قد لكن من العلماء الذين تدخلوا الهزميري عليه رحمة الله، وكان شيخا كبيرا وشيخ للطريقة الهزميرية، جاء ليشفع لأهل تلمسان عند أبي يعقوب لرفع الحصار، فأبى أن يسمع له الشيخ الهزميري وهو شيخ طريقة وكان كبير في السن، تأثر لهذا الموقف، وفي طريق عودته إلى بلده مرض بسبب هذا الموقف وتوفي السلطان. لا توفي الشيخ الهزميري، لكن السلطان قتل، نعم. من طرف عبده، بارك الله فيك، ودعا على السلطان، ودعا مما يروى، صحيح. مما يروى عن هذه الحادثة أنه كان في أوج قوته السلطان أبو يعقوب، كان في أوج قوته، نعم. حتى أن أهل تلمسان انتهى بهم الأمر إلى الاستسلام. في تلك الليلة عقدت العزم نساء الأمراء على أن يبيدوا أنفسهم خشية، نعم. أن يقع لهم شيئا، لأن السلطان الزياني بين قوسين انتهى خلاص، طلب من اليهود أو غير المسلمين أن، نعم. يقتلوا، لأن القتل لا يجوز، نعم صحيح، حتى لا، نعم. حتى لا يمسك حيا، نعم. نعم. فإذا بالسلطان يعني كما قال كما يقول قال لك أصبح السلطان وفكره متغير، نعم. فإذا بالسلطان في أوج قوته يأمر جيشه بالرحيل عن تلمسان، يقال أنه سيد الخسيان هو الذي قتله، نعم. ورواية أخرى أنه لا رحل إلى تونس، طالبهم بالرحيل إلى تونس والهجوم على الحفصيين، فيصيبه الطاعون في تونس وفي طريق عودته يغرق في البحر على الروايتين. إذن هذه فقط للحديث عن، لكن أصابته دعوة الشيخ، دعوة الشيخ بالتأكيد، هي دعوة الشيخ، يعني هنا العلاقة بين العلماء والشعب، علاقة بين العلماء والأمة والرعية، صحيح. وهنا يعني أفتح قوس صغير في هذه الحادثة بقيت محفوظة في المخيال التلمساني من خلال مثل شعبي، لأنه كان هناك سلطان قبل أبي حمو موسى الأول، وتولى السلطان أبو حمو موسى الأول بعد وفاة سابقه الحكم لفترة وجيزة، وكاد يسلم تلمسان التي بدأ حصارها سنة 1299 ميلادية وانتهى سنة 1307، فكانت شبيهة طروادة، وهي طروادة، طروادة يذكر لنا هوميروس في إلياداته أنها حصرت 8 سنين، ولكن هي رواية أسطورية، حتى وإن كان لها شواهد أثرية، لكن مدة الحصار ليست صحيحة، لكن تلمسان حصرت فعلا 8 سنين، وبعد أن انجل الحصار يعني كان أهل تلمسان منهكين اقتصاديا، يضرب المثل لحد الساعة في تلمسان، كي تمشي عند تلمسانين كي تكون فيه دائقة وتجي تقصده هو فيه دائقة، يقول لك هذا عام حمو كل هاوله يفهمه، هذا عام حمو كلها هو أبو حمو موسى الأول، عمق تلمسان الحقيقة يحتاج إلى مراجعة الدلالات. دكتور عبد الرحمن، في انبساط أرض تلمسان هناك علاقة بين العلماء والأولياء، ولنكن صراحة، نعم، الجزائريون يقرون بالولاية لعلماء رأوا بأنفسهم رأي العين اجتهادهم في خدمة الناس، ولا أدل على ذلك ما أشار له دكتور فتحي بودفلة في خدمة الناس وخدمة العلم والاجتهاد والتضحية لذلك، حتى توجهم الناس بتاج الولاية وجعلوا لهم مقاما في مقابرهم. تلمسان كيف هي مدينة للأولياء؟ والله يا أستاذ أحمد، لا ينفك الوصف عن تلمسان بأن تكون مدينة للأولياء. ذكر تلمسان قمين بذكر الأولياء، وذكر الأولياء لا يصح ولا يحسن بدون ذكر تلمسان، وكأنها متلازمة. ضف إلى ذلك أن منشأ المسألة أو منشأ القضية مرتبط بالرؤية الشرعية، لأن أولى مراتب الولاية الوقوف عند الأوامر والنواهي، صحيح. فكان هؤلاء بمثابة الممثل الحقيقي للتدين، بمثابة النازلين منزلة من منازل التدين التي على أساسها يحصل الترقي، كاين اللي يدخل في التدين ويحبس لم، وكاين اللي عنده تدين قابل من خلاله للترقي جراء العلم الذي وهبه والتوفيق الرباني أيضا الذي سانده وأيده. ولعل تلمسان
بما حباها الله عز وجل من خيرات مادية وخيرات معنوية وخدمتها للوحي الشريف كتابا وسنة، جعل من علمائها أولياء. فلا تكاد تجد الرجل أو العالم مهما على شأنه أو نزل في مختلف الحقول المعرفية إلا وقد نال مرتبة من مراتب الولاية. وهذه المرتبة التي نالها أو أنيلها ما هي في حقيقة الأمر إلا تجلي من تجليات مقام الإحسان. فالمسألة ليست من الغرابة بمكان، وإنما الغرابة أن يستقل العلماء والأولياء في تلمسان وغيرها من الحواضر عن مقام الإحسان. صحيح. ومقام الإحسان في نهاياته ما هو إلا تعبير عن البعد الجمالي في التدين وفي العمران، عمران النفس وعمران المكان. فكما اهتم التلمسانيون بمختلف فنون العمران زخرفة وتأليفا وبناية وحدائق وبساتين وما إلى ذلك، اهتموا أيضا بعمران النفس في مقامات الإحسان. وقد تجلى هذا من خلال زهدهم في مختلف الأملاك، زهدهم في الدنيا، وكان بإمكانهم أن يكونوا أمراء على الأمراء، لكنهم ارتضوا أن يكونوا أمراء لله بالوقوف أمام الرعية بتعليمهم وإرشادهم وما إلى ذلك. ويكفي فقط الرجوع إلى ما كتبه ابن قفوت قسنطيني أو حتى ما كتبه ابن مريم المديوني في البستان حول الكرامات الشائعة عن علماء وأولياء تلمسان، وشيوع تلك الكرامات عن علماء وأولياء تلمسان ليست من باب الاستثناء، وإنما كانت مما عمت بها البلوى حتى أنها لم تعد تثير الاستغراب في تلمسان. صحيح. لم تعد تثير الاستغراب في مثابة، فأصبحت مثابة الحياة العادية عند هؤلاء. وهذا يرجع إلى ارتفاع منسوب التدين على مستوى النخبة العلمائية، بالإضافة إلى مواكبة ذلك من ارتفاع آخر يقابله لمنسوب التدين في مختلف مقامات الدين إسلام إيمان إحسان عند الرعية أيضا، وهو ما صنع هذا المشهد الذي جعل من تلمسان مدينة للأولياء. ولا يمكن ذكر تلمسان دون ذكر للأولياء والصلاح. أمانا تلمسان، أمانا تلمسان مغنى الأدب. دكتور شكيب، أحتاجك في جزئية يجب الفصل فيها يعني حتى نخرج من هذا النقاش بكثير من المثمرات، وهو مسألة إن صح التعبير وراثة الإنسان للإرث الزياني الذي تهاوى بحكم ضعف السلطة السياسية، والذي دخل في تحالفات لم تكن مربحة للأمة في زمن معين، وبه قدم إلى عالمنا ذلك التحالف التاريخي بين الجزائريين والخلافة العثمانية، معلنين عن انطلاقة جديدة كانت صعبة عسيرة بالقرب من تلمسان. توفي بابا عروج، في داخل تلمسان الاضطرابات التي جرت ربما الأمة إلى خيارات لم تكن صحيحة. ها هي تلمسان من جديد تتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ في انعطافة تاريخية خطيرة ومرتبطة بهوية جديدة أو نظام دولي جديد. كيف نقرأ تلك اللحظة المرتبطة بتلمسان؟ أولا يعني حتى نقرأ هذه اللحظة بعمق يجب أن ننظر إلى التركيبة الاجتماعية لساكنة تلمسان. عندما نقول ساكنة تلمسان يعني بيوتات تلمسان. عندما نذهب إلى بيوتات تلمسان نجد أن الكثير من أهل هذه البيوتات هم من نسل الملوك والأمراء وليس الزيانيين فقط. أعطيك أمثلة يعني ملموسة. عندما نذهب مثلا إلى عائلة بن ديمرات، تريد المصادر التاريخية أنها عائلة عربية من أصول يمنية تنحدر من قبيلة مذحج من أحد فروعها الذي هو ميراد، ونسبت إلى جدهم ميراد هذا لأنه يروى أنه في التاريخ الغابر قبل الإسلام جدهم ميراد هذا تمرد على أحد أقيال اليمن فسمي ميرادا لتمرده. وسلالة هذه الشخصية التاريخية كان منهم الصحابة والعلماء والحكام. نحن نعلم أنه في التاريخ هناك
صحابي ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على شؤون محافظة على شؤون منطقة في الجزيرة العربية اسمه فروة بن مسيك الميرادي. وبعد ذلك عندما ننتقل إلى الفتح ونحن نعلم أن أوليات الفتح المكون اليمني كان من أهم العناصر التي كونت جيوش الفتح الأول، نجد أنه حاكم طنجة في عصر الولاد من قبيلة بنو ميراد التي تنتسب إليها هذه العائلة، إذن هي عائلة ملكية بامتياز. نذهب فيما بعد إلى عائلة بن السيد، نحن نعلم أنه في عهد الموحدين كان أهل البيت الموحدي يسمون بالسادة وأبنائهم يسمون بابن السيد، فتصحفت الكلمة قليلا أصبحت ابن السيد، رغم أن السيد في اللسان العربي الفصيح معناها الذئب، لكن الكل يعلم أن عائلة ابن السيد هي من سلالة الأسرة المالكة الموحدية. نذهب إلى العائلة الزيانية كذلك، هم من سلالة بنو عبد الواد، وبنو عبد الواد طبعا هؤلاء كانوا بالشرق الجزائري ثم نزحوا إلى الغرب، وكانت يعني في أواخر حكمهم الدسائس والمؤامرات وأحيانا التحالف مع القوى الصليبية في إسبانيا. بالنهاية عمروا تونس. بالنهاية يعني حدثت الكثير من الاختلالات على المستوى السياسي. عندما جاء الأتراك العثمانيون لاحظوا أن هذه المدينة لها وزن تاريخي كبير جدا، يستحيل معهم أن يتركوها عاصمة أو يتركوها حاضرة كبيرة، لهذا نقلوا كل الثقل السياسي إلى جزائر بني مزغنة، وحتى في الغرب لم يتركوها حاضرة من حواضر العلم، لأن العلم مقرون بالسياسة صحيح. وبالتالي نقلوا وزنها العلمي إلى سواء مدينة مازونة أو وهران فيما بعد عندما تم استرجاعها من الاحتلال الإسباني. هذا العامل الاجتماعي، هذه الأسر التي تعتد، ولا ننسى أسرة مثلا باتسي التي تنتمي إلى 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 ملوك بني غرناطة، هي تنحدر من ملوك بني غرناطة، من ملوك غرناطة. لا ننسى كذلك ملوك غرناطة الزيريون، لا ننسى كذلك أسرة سلطان وسلطاني التي تنحدر من ملوك غرناطة بنو الأحمر. يعني كل هذا الوزن السياسي، هذه العائلات كلها كانت لا تتيح للأتراك أن يستولوا على تلمسان ويجعلوا منها عاصمة، إنها كانت ستبقى القلاقل والفتن. طبعا نحن نعرف الحادثة الشهيرة أن خير الدين بارباروس يعني قتل أفرادا من البيت الزياني. وهنا بالمناسبة أفتح هذه النقطة لأنه هذا التساؤل يطرح كثير في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، هل هناك بقية باقية من البيت الزياني؟ طبعا بابا خير الدين بارباروس قتل الأمراء الزيانيين الذين ثبت تآمرهم مع الإسبان، وقتل بعض أعيان تلمسان الذين كانوا يمالئون هؤلاء الأمراء، لكن بقية الأمراء الزيانيين موجودة في تلمسان متمثلة في بعض العائلات التي أسوق من بينها عائلة بوعريشة تلمسانية العريقة، وبقيتهم كذلك هناك أسر موجودة بمنطقة العطاف بين شلف وغليزان، والبقية الأساسية عادوا إلى عند فلا، عادوا إلى مواطنهم الأولى إلى بسكرة، حيث أننا سنجد فيما بعد أبي راس الناصري سيؤلف لنا كتاب لقطة العجلان في ذكر شرف سيدي عبد القادر بن زيان، يعني لا أستحضر العنوان كاملا، سليل ملوك بني زيان فيما أعتقد، وهو يذكر كل الأسر التي الآن متوطنة في بسكرة وهي سليلة البيت الزياني. نفس الشيء حدث في المغرب الأقصى، يجب أن نشير إلى ذلك، عندما سقطت الدولة المارينية فرع منهم سيفر من المغرب فرارا من السعديين وسيذهب إلى ورقلة ليؤسس لنا إمارة بني جلاب التي دخلت هي الأخرى في صراع مع السلطة المركزية العثمانية. ملخصا أن تلمسان كانت مغنى الأدب وعنوان لكتابة التاريخ بيد الإنسان الباحث الحقيقة في أنثروبولوجيا التغيير الاجتماعي في المنطقة المغاربية الدكتور شكيب دالي أحمد. شكرا جزيلا لك، سعيد جدا لكم بهذه المشاركة القيمة والعالية الله فيكم في برنامج اللقاء. أشكر باسمكم الباحث في العلوم الإسلامية أستاذنا القدير المهتم جدا بتاريخ تلمسان أستاذنا فتحي بودفلة.
دكتور فتحي شكرا جزيلا لك وبقيت على العهد على عهد أجدادك لأجل تلمسان. بروفيسور سليمان ولد خصال أستاذ الشريعة والقانون اهتم بالزياديين في زمن العلم والطلب. اطرح الدكتوراه يعني. الله يبارك فيك شكرا جزيلا لك. أستاذ العقائد والأديان أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الطيبي شكرا جزيلا لك. العفو شكرا جزيلا على فرصة اللقاء من أهل اللقاء. أمانا تلمسان مغنى الأدب. شكرا لكم على الوفاء. إلى اللقاء بإذن الله في اللقاء.